قلتي لي هاتي لي حاجه من قطرها جبتها لك بشحمها ولحمها. قولي لي بقى هتعملي ايه وهي هتقعد معانا لحد امتى؟ عشان انا زهقت منك ومنها ومني ومن ايامنا السودا اللي هنقضيها مع بعض يا حنطومه. بالراحه، لا يجرالك حاجه، انت لسه في عيد شبابي. ما هو انت يا حنطومه اللي معصباني وعماله ترمي لي في بخور، هرتيني بخور وتقولي لي في كلام مش فاهمه منه ولا حاجه. يا حنطومه انا عايز المفيد. ده هي خلصانه على الاخر ومفيش منها خوف. اسكتي، ده انا اول ما وقعت قلبي وقع في ركبي، خفت احسن تكون حامل وتبقى ساعتها عقدتنا بشنيطه. بس يلا الحمد لله طلعت فاضيه في شنك. ست شو، انت رايده ايه بالظبط؟ فاهميني انت يا وليه هتشليني؟ اقول لك طرت وقولي لي احلبوه. بقول لك عايزه الراجل، عايزاه ياخدني من ايدي، ياخدني من ايدي ونهج نروح في اي حته ان شاء الله اخر الدنيا. بقول لك ايه، الحجاب ده هيخليه ما يطقش فرشته ليله واحده، وبعديها هيجر ناعم على طول ويتمنى نظره رضا وقلب مخروط شوق. يا ست شوق، يسمع منك يا حنطومه يا رب. بيت يا سوريا، انت يا بيت ست مطر، ايه اللي معادك يا بنت هنا؟ ابدا، انا قلت يعني اريح شويه. وما ريحتيش في اوضتك ليه؟ يعني قلت اشم شويه هوا. انت يا بنت مش على بعضك ليه؟ انا ابدا والله، ما انا زي الفل اهو يا ست مطر. بقول لك ايه، ما سمعتيش النهارده المعلم نوح بيتكلم مع براءه في اي حاجه؟ لو النبي ما سمعت حاجه يا ست مطر. اصل جاله تليفون كده وقام اتنفض وكان فرحان، مش عارفه حاسه كده ان الفار بيلعب في عبي. يكونوا يا بت هيعملوا معايا الدنيئه. طب ما عرفتيش التليفون ده اصله ايه؟ طب وكان لازمته ايه بقى الحوار ده كله لما انت ناوي تلمها في الاخر؟ ده شغل عتاق يا حمار. ما انا كنت فاهم كده يا معلم، بس لما الموضوع يطلع على فشوش يبقى الحكايه فيها ايه؟ مش لازم الضربه نسيت، كفاية قوي إنها تدوش. منها الحكومة تنتبه له وتحل عند سمان إحنا، ومنها هو يبقى مطمن لنا قبل ما يخطب رجله في الملعب. أنت بتثبتني؟ بتثبتني أنا يا معلم؟ بقى أنا أقول لك مش هخليه يهوبها وأنت تجيب ورا عشان تفتح له سكة؟ وليه ياد ما تقولش إن أنا بحفر له قبره؟ ما أنا قلت لك سيبنا جيب لك عجله. ما انت حاولت مره واتنين وانا قبلك. ايه اللي حصل في الاخر؟ ده قط بسبع ارواح، هو قام منها واحنا خسرنا نص المصلحه. طب ما ترسيني على اللي في دماغك، ولا انت لسه شايل مني يا سيد المعلمين؟ شايل منك؟ ياض، ده انت ابني حبيبي. ده انا نفسي تبقى كبير الناس دي كلها، وكمان نفسي ومنى عيني تبطل غشم ولعب ناشف وتبقى بقى حريف عشان تبقى هداف زي ابوك. طب ما ترسيني يابا على الخطه وريحني. مع انك ساعات بتبقى حمار قوي، انما برضه ساعات كتير بتعمل حاجات بتعجبني، واقول إنك بغشمك ده راسم الخطة معايا. قصدك إيه؟ رمانة. الله، ولا الحوار ده وصل لك يا سيدي المزاج؟ آه، مش مهم وصلني إزاي، المهم إنه عجبني. أهو كده يا ابني، أهو كده، مش تقول لي ضرب بالحزام وعلامة في الوش، إيه ده؟ إيه ده؟ لا يا ابني، والعياذ بالله، مش الحكومة عشان نعمل الكلام ده، لا لا لا، انت بقى تخش عليها بالهادي باللطيف بالظريف، وشوية شوية تجيبها على سنانها في صفنا، ساعتها تبقى انت ابن ابوك بصحيح. يعني ايه؟ يعني انا عرفت اجيب جول؟ ريتك تعرف تكرره تاني. وحط ايدك بقى في ايدي واحنا نحذف افادينا بره الملعب في غمضه عين. بس ده ما كانش يقولك زمان،
طول الوقت عمال تقول لي بلاش نعمل مشاكل، بلاش عشان العمروتي باشا. وبرضه هقول لك كده، عارف ليه؟ عشان انت خفيف وبتعور في الوش. انا يعني لما بعوز اعور اعور في المؤاخذه حته بالدرية وخلاص. ها فهمت؟ فهمت يا سيدي المعلمين. النوح المره دي فكر صح، انما لعبها بغشم برضه زي عوايده. كان فاكرني هبل قطاع. انت مش بتقول ان هو اللي بلغك بالكبسه؟ هو كان مين اللي بلغ البوليس عشان يعمل كبسه؟ هو قال لك ان واحد لعب بديله. الاخباريه في المرتين من النوح يا خال. طب النوح يعمل كده ليه؟ عايز يكسب بنت عند العمروتي. علشان كده يلزمنا الزياره للعمروتي. كده انت فندينا بصحيح. انتوا ناويين على ايه بالظبط؟ منور يا خال. طلبنا منك الدقة في التحريات، وانت اتكلمت بثقة اللي هيروح يجيب خميس وابو سنة بالبضاعة والفلوس، واللي حصل انك حملت الوزارة عملية تقيلة على الفاضي، واحنا ياما حذرناك من اندفاعك ورا مصادر غير موثوق فيها. حتى لو كنت واثق فيها لازم تتأكد ويكون عندك اكتر من مصدر. للأسف يا آسف، العملية دي هتحط نقطة سودة في ملفك. علشان انا عارف اخلاصك وحماسك في العمل، انا هكتفي بلفت نظر. ان شاء الله تعوضها. ان شاء الله يا فندم. تمام يا فندم. هو انت يا بنت كل يوم والتاني هتخترعي لي حجه تخرجي بيها؟ تكونيش فاكره نفسك انا فايز بتابوكي
والنبي يا ست مطر ربنا يخليكي خليها اروح ازور عمتي دي تعبانه قوي والنعمه ما هتاخر. نعمه لما ترفاسك امشي يا بنت روحي شوفي شغلك يا بنت. هو انا ناقصاكي كفايه اللي فيا يا ستي؟ والله ما هتاخر بنت. عارفه لو ما مشيتيش من وشي اخبطك بضيف نفاخك. طب استهدي بس بالله انت قلبك طيب ما بيجيش على حد. الهي وانت جه ربنا ما يرقد لك جت قادر يا كريم. الهي انت براءه يا خلاص يا بنت خلاص انت هتشحتي يا بنت. طب قولي لي اروح وانا مش هتاخر. طب افرضي خلقتك دي اهو. بقولك ايه؟ نعم. سألتيلي على الولايه اللي قلتلك عليها؟ وليه وليه مين؟ الولايه يا اختي بتاعت الاعمال. مالها؟ عرفتي يعني اسمها ايه؟ ساكنه فين؟ والنبي سألت يا ست مطر بس ما عرفتش اوصل لها الصراحه يعني. طب اسمعي يا بت، هو انت بتفهمي يعني في الحاجات دي؟ امال ايه؟ انا بفهم مين اللي بتشتغل الناس من اللي سرها باتة. طب بقولك ايه؟ انا عرفت واحده كده يعني وعاوزاكي تيجي معايا. طب بصي لو خليتيني اخرج دلوقتي انا هروح معاكي وقت ما انتي تعوزي، ايه رايك؟ ماشي يلا غوري. بالاذن. والله يا حاجه صحانه من صباحيه ربنا عشان نلف السوق ونشتري هدوم وحلويات وعصير وناخد الحاجات دي كلها ونوديها عند فوتنا في المستشفى. شكله كده يا حاجه مهتم بيها زياده حبتين. دفع لهم فلوس؟ ها؟ زوز. هو يا حاجه اول ما دخل خرجنا بره وقعد معاهم. انت هتستعبط؟ انا ما احبش كده، اتقوا شري. بصراحه يا حاجه احنا بنجي نقل لك اخبار افندينا عشان حضرتك قلت لنا ده في مصلحته عشان لسه خارج للدنيا. وبصراحه كده يا حاجه احنا بنعمل الحكايه دي يعني واحنا متقدرين قوي. وانا بصراحه بحب افندينا قوي قوي قوي. تفتكر يا حمار انت وهو هتحبوا ابني اكتر مني؟ الحاجه بتقول لك حمار. ولا مش انا قلت كده يالا؟ هو انت قلت حاجه؟ هو انت اساسا حكيت للحاجه حكايه الفلوس اللي دفعها في المستشفى؟ هو دفع فلوس المستشفى؟ واحنا يا حاجه ما اتكلمناش في الموضوع ده خالص. لا ما اتكلمناش في الموضوع ده خالص. مش بقول لكم بتستعبطوا؟ هو سيء علينا يا حاجه سوء علينا. ها ودفع ايه كمان؟ ابدا يا حاجه يعني مبلغ صغير كده تحت الحساب. هو كان موصي حسابات المستشفى ان ما ياخدوش منهم ولا مليم ولما تخرج يكلموه يروح يحاسبهم. وبعدين بقى بيدفع لها فلوس مدرستها وقلنا مساعده لكن يجيب حلويات ويروح لها كل شويه ده اللي ما يتسكتش عليه. ايه يا فندينا ما ترسلك على بر وتريحني. اكيد لهم عيون بينا. الحقني يا باشا. انتي ده انت جيتي لقضاكي بتضحكي علينا يا بت. علي ما ينفعش كده مش عاوزين حد يحس بينا. والمصحف يا باشا ما خبيت عليكوا حاجه يا باشا وحيد المصحف. بتضللينا يا بت بتدينا معلومات غلط. انا قلت كل اللي سمعته وعملت كل اللي طلبتوه مني اكتر من كده ما عنديش الصراحه يعني. امال انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ خفت يا باشا الفور بيلعب في عبي. انا اول ما عرفت اخلع خدت ديني في سناني وجيت جاري. ما تقولي يا اثر بيه. طب انت اهدي كده وقولي. اصل كلام المعلم النوح الصبح خوفني. قال لك ايه؟ قعد يقول كده كلام ما فهمتوش ويضحك بصوت عالي ويلمح ويلقع. خفت. عملت حسابه طلع صح. معقول يا باشا؟ معقول النوح يلعبها كده؟ هي ما تتلعبش غير كده. ده قانون يا علي. لا مؤاخذة يعني يا باشا انتوا بتقولوا ايه يعني؟ اصل انا مش فاهمه يعني. رسوني على بر. النوح رمى المعلومة لسوريا عشان توصل لنا وفي نفس الوقت رمى المعلومة الخميس علشان يأمن نفسه. البي عاوز يكسب كل الأطراف. ابن ال يعني ايه يا باشا؟ هو دلوقتي عارف ان انا شغالة معاكم؟ كل دي احتمالات يا سوريا مش اكيد. وانا هستنى لما تبقى اكيد وتطير فيها رقبتي؟ لا يا باشا احنا ما اتفقناش على كده. انا ملزومة منكم ولازم تحموني. الناس دي ما بترحمش. اقل حاجة عندها القتل. يا خسارتك يا سوريا. ادي اخرت لما تصدقي الحكومة. حسبي الله ونعم الوكيل في الحكومة. حرام عليك والله يا خسارتك. يا بنت بطلي ندب. بطلي ندب بدل ما ارميكي في الحجز. يا باشا حرام عليك. بقول لك انا خايفة انت هتستنى ايه اكتر من كده يا باشا؟ حرام عليك. انت بتعاملني كده ليه؟ ما تقول له يا باشا يكلمني بالراحة. اقول له ايه؟ اقول له ايه بس يا سوريا؟ اقعدي كده وكملي كلامك بهدوء. ربنا يخليك يا باشا. والله يا باشا انت اللي تعرف تجيبني يعني. يعني الصراحه حضرتك بتكلمني حلو قوي.
يا ريت تعلمه حاجه والنبي يا باشا. تعرف يا باشا انا ما بفهمش الا بالهدوء والله العظيم. انا اديك عيني، انا بقول لك يعني ان رقبتي هتطير والله العظيم. هو ما حاسس بيا، انا خايفه يا باشا. بس بدل ما اخدك من ايدك ارميك عند النوح بايدي. يا اخويا انت بتعاملني كده ليه؟ ها وانا كنت متجوزه ابوك ولا كنت هتجوز ابوك؟ بص روحي فجأة تعبت من المفاجأة. أنا مش أنا، أنا مش عارفني. ما شاء الله، أنت عارفة يا حبيبتي إن كل الرجالة المتجوزين هيحسدوني دلوقتي؟ طبعًا. جمال وشعر ودلال وحلاوة، حلاوة بزيادة وخفة، وفوق ده كله بقى ما فيكيش اكتر حاجه بتخلي الرجاله المتجوزه تهرب من البيت. صوتك يا حبيبتي. طبعا الرجاله بتهجم البيوت بسبب صوت ستاتهم وزنهم، انما انا بقى في الجنه ونعيمها. اموت انا في السيبه الصلطه. يلا بينا. هوبا. عجبني كلك يا ولا، كلك عجبني، مفيش معلم يا ولا. ايه يا شو؟ مالك مخشبه كده ليه؟ قلت لك ماليش مزاج الليله، وانت اللي قفشت. قفشت؟ قفشت ده ايه؟ يلا. يلا ده ايه؟ بقول لك ماليش مزاج الليله، هو ايه؟ هي دي اخر ليله ولا ايه؟ الله. يا شو؟ مالك؟ ماليش، ما عنديش مزاج، وبلاش فضايح بقى. فضايح؟ فضايح دي ايه؟ انا حقي وحق انا كمان يا اخويا انه يبقى بكيفي. طب وايه اللي مش جايب كيفك يا شو؟ جتتي مولعه نار، مش طايقه نفسي فيها حاجه. دي مولعه؟ مولعه في ايه؟ ده انا حاسس انك انت لسه طالعه من الثلاجه دلوقتي. بقول لك ايه، انجزي، ما فيش وقت. يلا انجزي يا اخويا. اذا كان على ثمن الحبايه اديهولك. حبايه ايه؟ ثمن حبايه ايه؟ انا بجيبها بالعافيه وعلى ثمنها. وبعدين انا بعمل ده كله ليه؟ ما عشانك. مره تقولي لي انا ما باخدش حقي، ولما اجي اديك حقك تقولي لي ماليش مزاج. يا راجل انت عايز تعملها لنا هليله الليله دي؟ هو في ايه؟ ما حرام عليك بقى، وعديها بلاش تتخنها. بقول لك ماليش مزاج يا معلم. شو شكلك كده ما بقيتيش تحبيني زي الاول. يا لهوي، شوف بقول ايه يقول ايه الراجل. يا راجل حرام عليك، مش كده؟ طب خلاص. مش طايقه نفسي، حرام عليك. خلاص خلاص خلاص، شو براحتك شوقك اهو كده يا معلم، يا صاحب توكيل المزاج في البر كله. بس انا كده مش عارفه انا ايه. طب خديني في حضنك حتى. اروح اجيب العربيه لحضرتك يا فندينا. انت لسه ما جهزتش العربيه؟ ما هم قالوا ان حضرتك نايم. مين دول يا واد اللي قالوا ان انا نايم؟ وانا بنام؟ لا اجري هتجيب العربيه. هوا ايه الحيوان ده؟ ده حيوان وانا بنام؟ معاش اللي يقول كده يا فندينا. المتر رضوان بيدور على معاليك. رضوان مين؟ بدران. بدران بيدور على معاليك. ده ايه الزريبه اللي انا وقعت فيها دي يا ربي؟ اقول له ايه يا فندينا؟ فندينا فتنه. الحمد لله على السلامة.
نورتي الحاره، كانت مضلمه من غيرك. منوره بيك طول عمرها. خرجتي امتى؟ النهارده. وعامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله احسن كتير، بس انا زعلانه منك. حقك عليا، انا كان المفروض اجي استقبلك وانت خارجه، بس والله غصب عني. خلاص مش زعلانه، كفايه اللي انت عملته. طب انت واقفه ليه؟ هتقعدي او يعني ادخلي جوه عشان ما تستهويش وتريحي. اصل الحاره وحشتني قوي فقلت ابص عليها. اه يا تتوحش بتبص عليها. طب انت مش عايزه حاجه؟ لا ميرسي. وليها تاني كده؟ ميرسي. توب علينا ربنا. باي باي. بالعربية يا حيوان. انا متحبب ورومانسي وبرقص مي ونانسي. انا متحبب ورومانسي وبرقص مي ونانسي. عبدو باشا انا بسال نفسي المكتب منور ليه؟ اتاري عبدو باشا قاعد فيه بقالنا كتير مستنيين الزياره دي. ربنا يخليك يا مرتي بيه، بس انت عارف ان زيارتي لازم تبقى عند اللزوم. بس انت اتاخرت علينا تو ماتش. والله انا جيت حسب الاوان ومتهيالي عداني العيد. الكابتن ابراهيم سعيد اهوت رجليه ما بتتقطعش عن المكان. وانا ويتنج فور الاوان. اما بقى بالنسبه للدكتور الهرده بقى جاهز يا باشا وتسليم على المفتاح. الله عليك، رجع ليالي زمان. السياحة كلها اتضربت وما بقاش فيها غير اللوكل المحل يعني. أمال أنا جاي ليه يا سعادة الباشا؟ أنا جاي علشان أسلمه للي يستاهل، اللي يقدر تمنه. تشيل يا برنس. نشيل ومش هنختلف طول ما احنا ماشيين في الخير. بس قول لي مفاتيحه منين؟ لا معلش، قبل ما أقول أي حاجة لازم نتفق الأول على عمولتي. انتوا كلتوني لمؤاخذة قبل كده في عمولة الكابتن ابراهيم سعيد. نتفق على عمولتي في الدكتور الهردة وبعد كده اقول لك مفاتيح. لو تعرفوا لو يوم يا بيكوا سالوك ايه الايام ياخدوك. لو تعرفوا لو يوم شفتوا كلموا عن ناس هنا بيحبوا. والله يا ابله ولا ليكي عليا حلفين، على قد ما انا فرحانه لرجعتك وشغلي معاكي، على قد ما انا مقهوره لشمعتك اللي انطفت. مكتوب يا بيسه، مكتوب ولا مفر منه. على رايك. نجمتنا عامله ايه؟ طلت غريبه، ايه اللي جابك لحد هنا؟ روحي يا بيسه خدي يوميتك من شلبي. هو احنا كنا لسه اشتغلنا يا كابتن؟ من هنا ورايح الالمونيا هتقبضيها مقدما، وكل ده عشان خاطر نجمة المحل الاولى. تسلم يا كابتن. روحي يا بيسا وخدي الشباب معاك. عينيا. يلا يا شباب. اكيد طبعا مجيتك لحد هنا مش ببلاش. انا مفيش حاجة عندي ببلاش، كل شيء وله تمن. المهم الشيء ده يستاهل تمن ولا لا؟ طب انجز يا اخويا وهات من الاخر. طبخه مستويه ومستنيه الاكال. دكتور الهرده.
هردة يا ابو هردة، ماليش فيه. انا ماليش فيه وهو ملوش فيه وانت مالكيش فيه، احنا مجرد اسباب. والدكتور الهردة ملوش غير في الميه، مهمتنا القوميه انه بقاله في حاجات تانية كتير، والميه ما بقتش تجيب همها. انت شايفه مصاريف المحل عامله ازاي، والسياحه اتضربت على الاخر يا نجمه. بقول لك ايه يا مال؟ اسمعي يا رمانه، قبل ما تقولي اي حاجه تزعلني، ما تنسيش ان احنا اتفقنا وان افندينا خلاص بلح، واللي جاي لازم يبقى احلى يا نجمه. ايوه بس انت عارف، انت رمانه ميزان الجمال في المحل، واللي زي دكتور الهرده ده يتمنى نظره من عينيكي. وبعدين انا مش بقول لك اعملي معاه حاجه وحشه لا سمح الله، لا دي سكتي ولا دي اخلاقي ابدا. احنا عايزين نخليها اوبن بوفيه، اي حاجه ياخدها من المنيو، سيجاره حبايه، يرفع له خط يجي يطلب، احنا نشتغل انت تقبضي. شفتي اخلاق ارفع من كده؟ لو انت الصادق ما شفتش اوطى من كده. ميرسي يا روحي، اتفضلي يا حياتي. حجرين وشويه قهوه يظبطوا الدماغ بدل خبط السهر ولطشه الشرب. ظبطت الدماغ ووزن الكيف على ميزان المزاج، دي لعبتي انا. خدي دي اضربيها بعدين. ايه ده؟ بس اللي جابهولي قبل كده كان لونه احمر. لا سيبك من الاحمر ده، خليكي في الابيض احلى. ده بتاع بلاد وده الاصلي، ده بقى يعمل ايه؟ يصفر الدماغ ويخليك تبدأي من اول وجديد. خلاص هبقى اجربه. اما تعوزي منه بيقولي لي وانا اجيبه لك لغايه عندك بدل ما تروحي وتيجي. اللي قولي يا ماي فريند، انت بتشتغل ايه بالظبط؟ دكتور سنان. نعم. احنا هنهزر؟ انا عقبال امالتك سفير الكيف وراء النوح في كل خن، تلاقي بصمه ليا في كل ركن، تلاقي صوره ليا. انا بهوايتي انعش الدماغ واصفيها من كل زباله الدنيا. عرفتي بقى انا بشتغل ايه؟ طبعا. ايه؟ دكتور سنان. قتلتك دلوقتي وتويتك، الحكومة هتنفعك بإيه؟ بس هنا يا فندينا، هو ده بقى المقر يا فندينا. هو ده؟ ايوه. اتفضل يا برنس. انت رايح فين؟ هاجي مع جنابك. لا لا لا، انزل لوحدي خليكم. طب خد بالك من نفسك يا معلم. خد بالك، خد بالك انت من العربيه، بس اوعى تحكها زي عوايدك، ما انا عارفك غبي حك، يتوب عليك ربنا. خد يلا. النهار ازرق وده شاطره. نعم. بالراحه يا بنت، بتبولي كده ليه؟ تعرفي تقري؟ ايوه. طب اقري اليافطه دي. دي ولا دي؟ اقري اللي فوق.
انتخب المرشح المحترم بجاش المري رمز الوطواط. تعشد؟ نعم. يا بنت بالراحة، مكتوب المحترم؟ ايوه. ورمز الوطواط؟ ايوه. متشكرين يا ابله. العفو. يا اهلا وسهلا يا فندينا. الوطواط تخافوا عزيزة عليا يا فندينا. يا اهلا وسهلا. والله ما صدقت وداني انك جاي. يا اهلا يا اهلا. بجاش. معقولة فندينا وشرفنا مقرنا المتواضع قوم يا سونيا. المحترم مقركم المتواضع المحترم حسب امر اليافطة. عودة يا سونيا. عودة حبيبتي. ماله زي بيتك محترم. أمار بقى محترم لما خطيت عتبته. ما شاء الله ما شاء الله. ايه بجاش ده؟ ده انت بقيت ولا نجوم السيما، كل صورة بوضع. هو كله اكل عيش يا فندينا. وانت السادق كله شمال. اكيد مجايتك هنا وراه كلام كتير يا فندينا. خدمة قصاد خدمة والحساب يجمع. وماله رقبتي. في واحد يا بجاشي هديك اسمه عايز اعرف عنه كل كبيرة وكل صغيرة، اصله فصله، يعني باختصاره بالبلدي عايز اعرف كل اللي تعرف تجيبه عنه. اسمه ايه يا فندينا؟ في حاجتين في الاول، الاولانيه سؤال والتانية اتفاق. اسمع كل اللي عاوز تقوله يا فندينا. تعرف ايه عن شوق؟ مين؟ شوق مرات الخيل. انت هتنح بقى وتهته من اولها بجاشي. هي كانت غزيت افراح وانت كنت بلطجي افراح، يعني لا مؤاخذه في ترعه موصوله ما بينكم. تعرف ايه عنها؟ كل خير والله. ومن ساعة ما اتجوزت الخال وهي في حالها، حتى الترعة اللي ما بيننا اتردمت. ماشي. طب وايه بقى حكايتها مع النوح؟ النوح بتاع الجمال. النوح بتاع الجمال. اسم الله عليك. ماله بتاع الجمال؟ ما هو كان زيه زي غيره داير وراها، وجه الخال وقش. دلوقتي جه وقت الاتفاق. الكلام اللي هقوله يا بجاشي هيفضل سر بينا، سر. وانت عارفني ما اكرهش في حياتي قد الخيانه، حتى لو تمنها رقبتي. ايه قولك؟ استبينا فندينا. قولي اسمه ايه بقى؟ ولع حبيبي. العمروتي. مالك يا بنت؟ بتخشبك انا ليه ولا حكي؟ ابص ايدك يا معلم، ابص ايدك على عيني وخليني امشي. لما انت يا اختي عارفه انك ما حصلتيش جريه عندي، كنت بتلعبي بديلك من ورايا ليه؟ ها؟ ابص ايدك يا معلم، ابص رجليك والنبي. يا بنت يا بنت قومي، مش شايلين ذنب، انا مش قد. قومي الله لا يسيك، انا مش ناقص. يا معلم انا غلبانه وحدانيه وماليش حد في الدنيا ومش حمل اذايا. ومين جاب سيره الاذايا دلوقتي؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا بنت يا بنت انا سالتك سؤال ومستني ترد عليه. يا معلم اللي انا عملته ده مش برضايا. مين بقى اللي غصبك؟ انا مش قد الحكومه. ولا الحكومه قدي. يقدر على القدرة اللي ربنا. لا ما بنت يا بنت ما تخافيش ما تخافيش، انا لو عاوز اتويك كنت عملتها من غير ما حد يحس بيها، ولا كان في مخلوق هيعرف لي بطريق جرم.
معلم انا انت بس طيب طيبه. انت فاكراني ان انا راجل اهبل اتهطل على البنت اللي ضحكت عليه ولحست نافوخه بكام جلسه مساج وكام ضحكه ميصه وكام نظره رضا؟ بس انت لو كنت بنت بصحيح كنت لعبت على الحصان الكسبان. يا معلم انا من ايدك دي لايدك دي واللي انت عايزه، بس ارحمني والنبي. الرحمه من صفات الخالق سبحانه وتعالى، مش من طبعنا احنا بني ادمين. انت عايزني اعمل ايه يا معلم؟ ولا حاجه ولا اي حاجه، اللي انا عايزه انت عملتيه خلاص. يعني يا بنت انا اللي كنت مشغلك عند الحكومه عشان يوصل لها اللي انا عايز اوصله. بصراحه انت قمت بالواجب صح الصح، عشان كده انت تستاهلي مكافاه نهايه الخدمه. مكافاه؟ عشان تعرفي ان انا احسن من الحكومه بتاعتك. يبقى هات بقى ودي يا معلم. هتجوزك